Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salati ve etemmü teslim. Ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme inna nes'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba. وعملا متقبلا يا أيها السادة قد يكون وقوفكم في الشمس غلب عليكم وعلي أيضا أولا يا أيها السادة هذه المدينة مدينة يعرفها بالاسم كل طالب علم وكل مسلم له صلة بالعلم والعلماء ومجالسهم فلا أحد منهم يجهل اسم الإمام البخاري الذي رفع ذكر هذه البلدة وخلدها وشهرها بين المسلمين رضي الله عنه وأرضاه ودخول هذه البلدة شرف يفخر به كل طالب علم ومن مفاخر هذه البلدة أنها جمعت بين أئمة علمين عظيمين هما عمدة علوم الإسلام هذه البلدة جمعت أئمة علوم الرواية والحديث الشريف وجمعت أئمة علم الفقه والدراية ولا سيما أئمة المذهب الحنفي فمن مفاخر هذه البلدة الأئمة المحدثون وإمامهم البخاري وإمامهم أيضا شيخ البخاري عبد الله ابن محمد المسندي وعسى أن يشرفنا الله تعالى بزيارته بعد قليل هؤلاء الأئمة أئمة علم الرواية والحديث كانوا في هذه البلدة ونشروا فيها السنة النبوية وأيضا كان في طبقتهم طبقة المسندي وطبقة البخاري الإمامان الكبيران المشهوران جدا بأبي حفص الكبير وأبي حفص الصغير أحمد بن حفص ولده محمد بن أحمد بن حفص هما في هذه البلدة ولا أدري هل تعرف قبورهما أو لا تعرف وبعد ذلك بطبقة أو طبقتين جاء هذا الإمام العظيم شمس الأئمة الحلواني رضي الله عنه ومن بعده تلميذه الإمام السرخسي أيضا شمس الأئمة ومن بعدهم بطبقة أو طبقتين الإمام المرغناني وهكذا وهكذا أئمة الفقه الحنفي الذين احتضنتهم هذه المدينة العظيمة التي تفخر بأئمتها وعلمائها شموس الإيمان والإسلام والعلم والهداية رضي الله عنهم وأرضاهم وأهم ما يلفت نظري وأحب أن ألفت النظر إليه أنهم اجتمعوا في هذه البلدة على تفاهم ومسالمة ومعايشة ومحبة ومودة في خدمة الإسلام والمسلمين دون أي تناحر أو تشتت أو تمزق أو تباغض لا ما عرف عنهم هذا أبدا إلا موقف واحد أحب أن أذكره
بعد قليل وأنا غاب عني وجود حضرتكم للترجمة والبيان. حمد سنادن سوين حرمت لي برادر لرم عزيز دوستلرم بخارا شهر بو نام إمام بخاري نامنا بخارا شهر نامنا بطن دنيا ديگه شرعي علملرگه علاقدار بولگن طالب علملر شنينديك اسلامگه و مسلمانچلیکی قزقه ديگن هر بر انسان اشتگن بلگن اشبو يرت اوزدن يتشب چقن مشهور إماملر إمام بخاري و باشقه إماملر بلن فخر لنده شنينديك إمام بخاري استازلاره عبدالله بن محمد المسندي نحن ذكر قلودتلر اشبو يرت بخارا شهر yana bir o'ziga xos jihati bilan ajralib turadiki, bu yurtdan yetishib chiqqan ulamolar islomni shar'iy fanlarni asosi bo'lgan ikki ilm. Biri hadis ilmi bo'lsa, keyingisi fiqh ilmi bo'yicha yetuk mutaxassislar hisoblanishadi. Imom Buxoriy kabi zotlar hadis ilmini, rivoyat ilmini bayrog'ini yuqori hilpiratgan bo'lsa, fiqh ilmini, diroyat ilmini bu mamlakat, bu yurtdan yetishib chiqqan mashhur imomlar Abu Hafs Kabiriy va u kishining farzandlari Abu Hafs Sagir kabilar fiqh ilmiga asos solishgan. Mana bu yurtda bu kabi buyuk imomlar hadis va fiqh ilmini yetuk namoyandalari tinchlik va totuvlikda va o'zaro bir-birini tushunish holatida yashab kelishgan, o'rtalarida aslo ziddiyat bo'lmagan, illo ba'zi kichik bir holatlarni hisobga olmasak, aslo ziddiyat bo'lmagan, men hozir o'shalarni ba'zilariga to'xtalib o'tmoqchiman. قبر الإمام أبي حفص الكبير معروف نزوره إن شاء الله إذن أتكلم بالمسألة هناك أمامه رضي الله عنه إن شاء الله تعالى ما دامك أبو حفص الكبير قبر لار معروف بسبب شيء زيارة قلنا مزلا حاضر أيت محجب قلنا جابهم وش جاي قبر جند أيتما إن شاء الله أما ترجمة هذا الإمام فأقرأها على حضراتكم من هذا الكتاب الجواهر المضية في طبقات الحنفية للإمام عبد القادر القرشي. بكشي إمام شمس الله المحلواني نترجم يقال لنا يسا كل من يقش بكتاب جواهر المضية في طبقات الحنفية دي بنام لنا كتاب تأمق بيشترما مرحمة قال رحمه الله عبد العزيز ابن أحمد ابن نصر ابن صالح الحلواني الملقب شمس الأئمة من أهل بخارى إمام أصحاب أبي حنيفة بها في وقته حدث عن أبي عبد الله غنجار البخاري هل أحد من حضراتكم يعرف إيش معنى غنجار؟ غنجار معنى أصلاً كم بلده؟ تشيلو بكم بلده؟ فارسي؟ هنا يقول قد تكون كلمة فارسية يعني الله أعلم فارسية بس لعله طيب حدث عن أبي عبد الله غنجار البخاري تفقه على القاضي أبي علي الحسين بن الخضر النسفي روى عنه أصحابه مثل أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي شمس الأئمة وبه تفقه وعليه تخرج وانتفع هذا هو الإمام المشهور صاحب المبسوط وأبي بكر محمد بن الحسن بن منصور النسفي وأبي الفضل بكر بن محمد بن علي الزرنجري وهو آخر من روى عنه هل يعرف قبر الزرنجري؟ نعم معروف سنزوره إن شاء الله ممتاز وتفقه عليه أيضا عبد الكريم ابن أبي حنيفة الأندقي وحدث بشرح معاني الآثار الإمام الحلواني حدث بكتاب شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي عن أبي بكر محمد بن عمران بن حمدان عن الإمام أبي إبراهيم محمد بن سعيد اليزيدي عن الطحاوي فسمعه منه تلميذه بكر بن محمد بن علي الزرنجري وحدث به عنه ومن تصانيفه المبسوط والمبسوط اسم كتاب مشترك بين الأئمة بين الإمام الحلواني
وتلميذه السرخسي. توفي سنة ثمان أو تسعين عفوا سنة ثمان أو تسع وأربعين وأربعمائة بكش، وحمل إلى بخارى فدفن فيها. كش معروف هنا قرية قريبة في محافظة أخرى، قريب 200 كيلومتر تقريبا. يعني خبر غريب أنه حمل من هذا المكان البعيد إلى هنا. تفضل. الجواهر المضية في طبقة الحنفية كتاب المؤلفة شمس الله محلواني هكذا شندي ديدلا يكشى عبد العزيز ابن احمد ابن ناصر ابن صالح حلواني درلا لقب لرا شمس الايمه امام لار نقياشه يكشى بخارا اهل دلر اوز دوردگی ابو حنيفه اصحاب لردن يكشى ابو عبد الله غنجر البخاري دان حديث روايه قلگلر قالوا ان كلمه غنجر معناه ايمان، يعني بالفارسيه ايمان. ايمان اي نعم. ما شاء الله ممتاز. غنجر shuningdek u kishi qozi abu ali husayn ibn xodir annasafiy degan kishini qo'lida faqih bo'lganlar va undan ashoblaridan quyidagi kishilar hadis rivoyat qilishgan: abu bakr muhammad ibn ahmad ibn abu sahl sarahsiy, bu kishi ham shamsulayma, ya'ni bu kishini shogirdlari mabsutni sohibi mana shu kishini qo'lida u kishi faqih bo'lganlar, bu kishidan ko'p foydalar olganlar. ويانا أبو بكر محمد بن حسن بن منصور نسفي، أبو الفضل بكر بن محمد بن علي الزرنجري كشين قبر لارن سورة دلا دمي حاضر كشين قبر لارن زيارات قلار كامس مالا بكشي، يعني أبو الفضل بكر بن محمد بن علي الزرنجري بكشي دان آخر جي رواية قلقان كشيلار دان بري إكالر. ويانا شبو قبر صاحبه شمس الله محلواني إمام طحاوين شرح معاني الآثار كتاب لرنا أبو بكر محمد ابن عمر ابن حمدان دان رواية قليلر، وكشي إمام أبو إبراهيم محمد ابن سعيد يزيدي دان، وكشي إسا إمام طحاوين دان رواية قليلر. بكشي دان إسا وكشينا أزلرنا شاقت لرى بكر ابن محمد ابن علي الزرنجري، يعني بس حاضر قبر لرن زيارة قليلر كشي نقل قليلر كيلر، بكشينا تصنيف لرى كتاب لردان برى مبسوط كتابدر. aytib o'tdilar mabsud kitobi bu kishi bilan shogirdlarining o'rtasidagi mushtarak ism bu. Bu kishi 448 yoki 449 yilda vafot etgan ekanlar Kesh shahrida va Keshdan bu yerga Buxoroga olib kelib dafn qilingan ekanlar. الإمام شمس الأمة الحلواني رحمه الله دار عليه مدار الفقه الحنفي لعدة قرون، تلاميذه تلاميذه وأصحابهم وأصحابهم وهكذا دارت عليهم أسانيد الفقه الحنفي تصل بهم إلى هذا الإمام رضي الله عنه وأرضاه. هنا يعني خبر طريف عابر ليس له صلة بما نحن فيه، إلا أنه نموذج عن اهتمام آبائنا وأجدادنا وعلمائنا وساداتنا رضي الله عنهم بالعلم وكيف كانوا يتفاخرون به. بكش شمس الله المحلواني وكش نشاقت لاري Hanafi mazhabining sanadlari bir necha asrlar davomida mana shu kishilarga borib taqalgan. Hozir men bir qiziq voqeani naql qilib bermoqchiman. Bevosita bu kishiga aloqador bo'lmasa-da, ilmga va ota-bobolarimizning ilmga bo'lgan e'tiborlari va ilmni hurmatlaganlariga dalolat qiladi bu voqea. Yaqulu huna Abdul Aziz ibn Abdul Razzaq ibn Abi Nasr ibn Ja'far ibn Sulayman الإمام المرغناني من مرغنان، سمع أبا الحسن نصر بن المحسن الإمام المرغناني روى عنه أولاده، له أولاد حملوا عنه هذا العلم. قال أبو سعد هو الإمام السمعاني كان له ست بنين كلهم يصلح للتدريس والفتوى، رزق ستة أولاد كلهم خرجهم طلاب علم وصلوا إلى مرحلة عالية
كلهم يصلح للتدريس والفتوى. عرف منهم اسم ثلاثة، منهم محمود وعلي والمعلى. الخبر الطريف هنا يا شباب، قال فإذا خرج مع أولاده من بيته، الوالد وأولاده الستة، فإذا خرج مع أولاده قالوا سبعة من المفتين خرجوا من دار واحدة. لاحظنا يا شباب هذا المعنى؟ سبعة من المفتين خرجوا من دار واحدة. هكذا كان العلم شائعا قائما قاعدا في بيوت المسلمين. Yuqorida aytganimda ushbu hozir men naql qiladigan voqea hodisa bevosita Shamsullah ibn Halvoniyga aloqador bo'lmasa-da, lekin ota-bobolarimizning ilmga bo'lgan e'tiborlariga dalolat qiladi. Ushbu kitob sohibi Hanafi mazhabiga mansub bo'lgan bir kishini, bir imomni tarjimai hollarini zikr qila aytadiki, u kishining ismlari Abdul Aziz ibn Abdurazzoq ibn Abu Nasr ibn Ja'far ibn Sulaymondir. U kishi Marg'ilondanlar. Abul Hasan Nasr ibn Muhassindan eshitganlar, ustozlari shu kishi bo'ladi. Bu kishini o'zlaridan esa, ya'ni Abdulaziz ibn Abdurazzoqdan farzandlari rivoyat qilishgan, ya'ni farzandlari o'zlarining shogirdlari bo'lgan. Abu Sa'd aytadi, ya'ni Samoni, kana lahu sittu banin, ya'ni bu kishini 6 ta farzandlari, 6 ta o'g'illari bo'lgan ekan. Ularni har biri dars berishga va fatvo berishga layoqatli, shunga solih kishilar bo'lishgan. Ya'ni oddiy talabi ilm yoki avom emas, balki ilmdagi eng yuqori daraja fatvo berish va dars berishga loyiq kishilar bo'lishgan. Ismlari ma'lum bo'lganlari faqat 3 tadir: Mahmud, Ali va Muallo. Ya'ni mana shu 3 ta farzandlarining ismi tarixda qolgan. E'tibor beringlar, diqqatga sazovor joyi shundaki, agar mana shu kishi farzandlari bilan uydan chiqsalar, odamlar ularga qarata bir uydan 7 ta muftiy chiqdi deb aytishar ekan. Ya'ni bir xonadondan 7 ta muftiy chiqdi deb aytishar ekan. Diqqatga sazovor joyi mana shunda. Tayyib yasidi. Hozircha shu miqdor bilan chegaralaramiz, inshaalloh keyingi ziyoratimizda so'zimizni davom ettiramiz. Inshaalloh. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi va ala alihi va sahbihi va sallim tasliman katira. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمورنا كلها فرجا ومخرجا ورشدا وعافية وتولنا في أمورنا كلها بأفضل ما تتولى به كن من عبادك الصالحين. اللهم أنزل رحماتك وبركاتك وخيراتك على صاحب هذا القبر الكريم الإمام شمس الأمة الحلواني، وجزه يا رب عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير، وتغمده يا ربنا برضوانك. اللهم أنزل على قبره الرضا والرضوان والمغفرة والغفران، واجمعنا وإياه تحت لواء سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع عافيتك وألطافك الخفية يا رحمن يا رحيم. اللهم أحي هذا العلم والعمل الصالح والاهتداء بهدي أئمتنا وأسلافنا الصالحين، وأعد على هذه البلاد خيرها وبركتها وعظمتها وخدمتها للإسلام والمسلمين مع العافية واللطف والرضوان منك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. كلمة أخيرة أقولها يا شباب، هذه الحجارة لها لسان حال. الواحد منا من بني آدم له لسان مقال يتكلم به، وله لسان حال. حاله ينطق بما يقوله قلبه، ما يتحرك لسانه، قلبه يتحرك. هذا لسان الحال، وهذه الحجارة لها لسان حال يقول لنا ولكم يا أهل بخارى هكذا كنتم فسيروا على خطنا. Hurmatli birodarlarim, aziz yoshlar, men shu o'rinda oxirgi so'z uchun bir gap aytmoqchiman. Qarshimizda turgan bu toshni lisonul holi,
bor. Ya'ni har bir insonni ikki tili bo'ladi. Biri o'sha nutq qiladigan tili bo'lsa, keyingisi uni holati haqida gapiradigan tili bo'ladi. Holat haqida gapiradigan til odatda qalbga bog'lanadi va qalbdan so'zlaydi. Mana bu tosh bizga aytayaptiki, sizlar avval shunday bo'lgan edinglar, ya'ni menga o'xshagan shunaqangi yetuk inson bo'lgan edinglar, ana endi ham hozir ham mana shu yo'lni mahkam tutinglar, mana shu yo'ldan yuringlar demoqda. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Allohu yaqtikum. Jazakumullohu khayr.